عندي نص كيلو من البامية، معلقة صلصة، كوباية مرقة لحمة، كوباية عصير طماطم، فلفل حار، بصلاية مفرومة، ثوم مفروم، ملح وفلفل وزيت، وللتقلية زبدة وزيت وثوم مفروم وكزبرة ناشفة وثلاث معالق من الكزبرة الخضراء. هنعمل البامية وهنعمل لها كمان طشة في منتهى الجمال، تدخل كده فوق الوش بتبقى طعمها حلو جدا. تعالوا كده ايه نشتغل في الحل على طول. عندي مكعبين كده من الزبده، طبعا ممكن تشتغلوا بزيت بس ممكن تشتغلوا باي حاجه انتوا عايزينها زي ما انتوا حابين. هحط كده مكعبين زبده وهجيب شويه زيت معاهم. برضو لو عايزين تعملوها باللحمه، عارفين شبه برضو اللي احنا عملناه اللحمه اللي راس العصفور اللي احنا عملناها دي، ممكن تعملوا كده في الاول لحد ما تتشوح وتستوي معاكم. طب لو عامله قطع اكبر شويه هشوحها نفس التشويحه دي وهسيبها ان هي تستوي بشويه ميه كده لحد ما الميه برضو تتشرب، وهيبقى عندي ساعتها كوبايه مرق ممكن اخده حتى استخدمه. عندي البصلايه، احط البصلايه وابدا كده مع فصين ثوم، اشوح كده البصلايه مع فصين الثوم بالشكل ده مع مكعبين الزبده كده وشويه الزيت. وهبدا عندي الباميه الموجوده عندي، انا بحب اشوحها مع البصل والثوم في الاول اهو، بحب اديها كده تشويحه، ما بنزلهاش في الصلصه الاول، ما بنزلش الصلصه الاول او الطماطم الاول. هحط كده كام حته كده من القرن الفلفل، من قرون الفلفل الحامي، او ممكن تحطوا مثلا واحد كده في النص. وببدا ان انا اقلب البصل مع الثوم مع الباميه مع قرن الفلفل الحامي كده اهو، بحط شويه فلفل اسود وشويه ملح. باسل صباح الفل، وشوية جوز الطيب. يا باسل صباح الفل. صباح الفل، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا سيف اسماء، اخبارك ايه؟ كله زي الفل؟ الحمد لله دايما يا رب. حلوة قوي. الله يخليك. عندك كام سنة يا باسل؟ 9 سنين. وبتدخل المطبخ بقى تعمل اكلات مع ماما وكده؟ انا بساعدها في المطبخ. بتحب تعمل ايه؟ طب قولي. بحب اعمل الرز والبانيه والحاجات دي. انت شاطر جدا، الحاجات الصعبه يعني. الف هنا حبيبي، الف هنا. صايم ولا لا؟ وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي. صايم؟ انا صايم. شاطر، برافو عليك. ماشي يا حبيبي، صباحك جميل يا حبيبي، شكرا. بصوا هحط بقى الصلصه واديها كده تقليبه بالشكل ده، واحط كمان عصير الطماطم والمرقة. تمام، واسيب بقى كل الكلام ده كده يتقلب مع بعض واسيبه يغلي كده كام غلوة، والبامية تستوي وتبقى زي الفل. البامية اللي عندي فروزن فبتاخدش وقت خالص في السوى، فبديها حتى لو انا بدخل الفرن بصراحة لازم بدي كام غلوة كده على النار لحد ما تستوي شوية وبعدين بدخلها الفرن. الطشة هنعملها بس مش عايزة اعملها غير لما انقلها في الطاجن عشان ادخلها الفرن تتشمع كده مع الطشة شوية قبل ما نقدمها. خلاص كل الكلام ده كده هغطيه. حطينا ايه؟ حطينا زبدة وزيت، وحطينا بصلاية، وحطينا كمان فصين من الثوم المفروم، وحطينا البامية قلبناهم مع بعض مع شوية ملح وفلفل وشوية جوز الطيب لو حابين، وحطيت برضو شوية كزبرة ناشفة وقرن فلفل صحيح كده أو متقطع على حسب ما انتوا حابين، وحطيت الصلصة وعصير الطماطم والكلام ده كله والمرقة، وسبتهم يتقلبوا مع بعض كده وهسيبهم يغلوا غلوتين على النار قبل ما أعمل الطشة.